نحن بانتظار تعليقاتكم على afaq@bbc.co.uk. كما يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/bbcarabic afaq. ولمعرفة تفاصيل التصوير والإعداد تابعونا على تويتر @bbc_afaq. إلى أن نلتقي الأسبوع القادم مع مزيد من المواضيع الثقافية والفنية، لكم مني ومن فريق الإعداد أطيب التمنيات. إلى اللقاء. صور تذكر بالتراث السوداني في دارم شمالي إنجلترا، ونشاطات تحييه في السودان في هذه الحلقة الخاصة من آفاق تتابعون فيها. الثوب السوداني يجمع بين الأناقة والتألق والحفاظ على التراث. المصارعة النوبية رياضة وهواية وحنين إلى الموطن القديم. هي المصارعة طبعا هي تمارس من زمن الكوجين. عالمية الأزياء والموضة جعلتها متشابهة أينما وجدت، ولكن للأزياء السودانية طابع خاص. يا بلدي يا حبوب يا أبو جلبية وتوب، أغنية شعبية تتغنى بالثوب السوداني. هذا الثوب الذي لم يعد زيا للتزين والتألق فحسب، بل أصبح جزءا من التراث، وهو على قائمة لائحة الهدايا التي يقدمها طالب الزواج لزوجته المستقبلية. ما يميز المرأة السودانية هو التوب السوداني. التياب السودانية، التوب السوداني الأخير اللي هو دلوقتي بيتلبس، هو عبارة عن حوار ثقافي بين الهامش والوسط. وكان في حوار أول بين الهامش والمناطق المتاخمة أو الثقافات الوافدة من برا. الثقافات الوافدة لبسته قطع، حتى لو كان يعني دلوقتي بتلبس معانا التوب فلبسته قطع، بس نحنا من ثقافات لثقافة إعلام وثقافة ملبوس وثقافة تجارية وثقافة اجتماعية، كان لازم نتحكم في لبسنا لغاية ما يصل المرحلة دي. فبدأت القصة دي من الأربعينيات على أساس إحنا نحدد ونثقف التوب بتاعنا ونغير فيه تبعا للعلماء شوية شوية للتحضر والحضارة والحاجات اللي موجودة. بالرغم من الانفجار الثقافي اللي حصل في كل العالم وأنه العالم أصبح قرية صغيرة، إلا أن التوب السوداني ما زال محافظ على شكله، بل اتطور ودخلت فيه عدة تصميمات وعدة خامات زادت إليه جمال على جماله وأضافت إليه الكثير، حتى أصبح معروف في كل العالم ويشار إليه بالبنان أنه أي زول لابس توب بيشار أنه هو ده سوداني. حاولت بقدر الإمكان إنه يعني أظهر للمرأة السودانية إنه تحاول بقدر الإمكان تبعد من الحاجات المتكررة. نحن الآن بنلبس في حاجات يمكن اتعدت 6 و7 سنوات، كل ما تجددت كل ما اتطورت كل ما أظهرت بالجديد وبالجميل لشخصها وللآخرين وللظهور الخارجي، لأنه نحن ما موقفين في وتيرة واحدة. نحن بنشوف دائما في الخارج أنه الناس بتلبس أشكال مختلفة، كل 6 شهور بتكون في موضة جديدة، لكن نحن حنقعد نلبس على ألوان ترصف 6 سنوات؟ ما يعني كذا ما حيكون عندنا دور كمصممة. طبعا دي الفركة بيسموها الفركة مصافيح، فدي بلبسوها دايما أهل الغرب في السودان، كان بيتلفوا بيها بيلفوا الوسط بيها وبيلبسوا معاها أي ملبوس فوق ومعاه ربطة في الرأس معاه طرحة، فبتبقى ألوان ذات زاهية، وبحبوا طبعا أهل الغرب الألوان الزاهية. طبعا دي الفردة المضلعة،
اللي هي كانت بتنسج في مصانع في شندي، ففي منها أدقل شوية وبيستعملوها برضو للعروس كانت. فدلوقتي نحن حدثناها وقمنا دخلنا فيها الجنيهات ودخلنا فيها اللولي الأحمر واللولي الأسود والقصيص، ممكن نعمل فيها أشكال كثيرة مربوطة بالتراث السوداني، ما بنقدر نبعد عن التراث فيها لأنه هي أصلا تراثية. يعني دخلت المصانع الإيطالية والمصانع الأندونيسية والمصانع الهندية اللي هي دخلت لينا برضو نوع من أنواع التياب اللي هي أنواع الحراير والبودر عموما والحرير الفرنسي، دي كلهم دخلوا لينا في 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 الوسط السوداني. بالنسبة للتوب عندنا التياب اللي بتكون من المصانع بتكون أقل تكلفة على حسب الخامة بتاعتها، زي ما قلنا التيابة السويسرية هي من أبهز الأسمان، وبعد ذلك بتجي بعديها الرسالة وبعديها بوجديدة. لما تجي الحتة بتاعت إنه التوب بيكون مثلا على حسب الطلب، هنا التكلفة المالية بتزيد لأنه أنت قدر ما اخترت حاجة ودخلت فيها من 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 سواء كان من حاجة أنت عجبك أو من شكل المصممة أو من اجتهادها أو من الخامات اللي هي غالبا بتجي من الخارج، دي هي بتزيد التكلفة بتاعت التوب. وأتمنى أنه كل مصممة لما تقول أنا مصممة تحكس الشيء اللي جواها بصدق، يعني ما تكون إنها هي مصممة وإنها هي مقلدة، لا، نحن عايزين إبداعات، نحن كسودانيات عايزين التجديد، عايزين نكون متجددين باستمرار. لما نحن نقعد نحارب بعضنا بإنه لازم ناخد أعمال بعض وشغل بعض، حنلقى نفسنا في حالة مفرقة، ما حيكون في تجديد، ما حيكون في تطور، ما حيكون في تألق. إنه الإنسان خلق بأنه عنده إبداعات، لازم يطلع كل الإبداعات اللي جواه وحتى لو كانت قليلة. عندما انتقل النوبيون من موطنهم الأصلي في جنوب كردفان إلى مدن الشمال السوداني الأوسط، ثابروا على ممارسة رياضة المصارعة التي يعتبرونها نوعاً من أنواع الفروسية. اهتمام النوبيين بهذه الرياضة ينبع مما تمثله من ارتباط بتراثهم وبموطنهم الأصلي. هي المصارعة طبعا هي تمارس من زمن الكوشيين أو الحضارات القديمة، ولكن دائما ما نتحدث عن المصارعة السودانية في مناطق جبال النوبة، لأنه في مناطق جبال النوبة انتشرت في الستينات في مناطق جميلة ورائعة يمارسوها كان الرعاة ويحتفل بالمصارعة السودانية في عيد الحصاد. يعني هي من ولاية جنوب كردفان قرية البجعاء، يعني هي المصارعة طبعا تراث هناك، تراث أهلي، يعني إتلان الأهل اللي هناك وفيها خصم كبير جدا، يعني لا قوانين، ما عندها قوانين زي هنا. طبعا هنا المصارعة هنا في الخرطوم فيها قوانين، فيها استاد، يعني هناك برا ما في قوانين، يعني لكن حماس أكثر من هنا. يعني لكن هنا طبعا هناك تلقى أخوانك وأخواتك وأهلك يعني بيشجعوك، لكن ما زي هنا يعني بيشجعوك. يمكن تلقى في زول 5 سنوات ولا 7 سنوات ما وقع وانت ترميه، يعني ده فرح كبير بالنسبه لك، تمشوا بعدين يعملوا حفله ويعملوا فرح كبير جدا. يعني طبعا المصارعه السودانيه في الكره هي قوه، الفرق بينه وبين المصارعه العالميه، المصارعه العالميه قد تكون موزيه انا ضرب بالكراسي وبالترابيز وبالشواكيز، لكن المصارعه بتاعتنا هي مصارعه بيئيه للوائح وقوانين، يعني بتعتمد على المهاره. يعني انت زي ما شفت هسه لسه بيصارعوا الاثنين ديل، يعني كل واحد فيهم بيحاول انه يعمل لمسه فنيه لانه يعلم في دواخله انه هذا الجمهور يريد اللمسه الفنيه الجميله، والجمهور يعشق اللعب الفنان. يعني مثلا يعني تلقى مثلا واحد يصارع مع واحد يعمل له درعه،
الدرع طبعا بالرجل يعني بتدخل رجلك بين الرجال الاثنين تحاول ترميه بيسموها شنو؟ بيسموها درع. ثاني في لعبه ثانيه ممكن تخش على زول براسك دي بيسموها ثاني ممكن تشيله وتقلبه برضه شنو دي بيسموها لمسه فنيه عاليه جدا يعني مصارعه ثانيه لا قوه لا تخويف ولا ترهيب. المصارعة يعني هي هواية المصارعة دي هي هواية وطموح للإنسان يعني ونحن عايزين يعني نقدم الكثير يعني في أطفالنا وأخواننا ورانا عن يجوا يمارسوا الشغلة طبعا هي المصارعة هواية يعني الإنسان يقوم يلقى أخوه في البيت ولا أبوه يمارس في الشغلة يعني هو بهواء بسيط بسيط تدريجيا لما ما يتطوع يخش فيها يعني. صاحب الشوط الأول من فريق نادي هلال كردفان إذا اللقاء أيضا يحمل معطيات جميلة قوة إثارة ومتعة نتمنى أن تأتي المتعة والإثارة ونتمنى أن يكون في هدف حتى نرى هذا الإستاد يغلق الرجل من خلال روعة وجمال الأداء الجميل. المصارعة والله شيء جميل المصارعة نحن بنجيها كل جمعة وبنجيها كل سبت بنجيها كل أربع مصارعة والله مفرقة لنا شيء كثير نحن المصارعة السودانية تراث قديم نحن أوقاتنا كلها في المصارعة مصارعة شيء جميل والله نحن نشجع السلام والتنمية. كنا نصارع في خيمة عادية في منطقة الحجوسة ولكن الآن نحن الآن ترى الآن انتهى هذا الملعب الجميل والرائع كأول استاد في السودان والآن كل ألوان الطيف السودانية الجميلة هي تسحب نحو هذا الإرث الثقافي الجميل بلون وشكل جميل جدا ولكن اتحاد خرطوم المصارع السودانية لديه 8 أندية تحت لواء اتحاد خرطوم المصارع السودانية وكل نادي يحوي على 30 مصارع. إذا موسى والرحيمة يعني هما أجبال المصارعة السودانية في لقاء التحدي يعني هي المصارعة دي يعني تتبني عن اللياقة نمرة واحد تتبني عن اللياقة وعن وجودك في الملاعب يعني وممارساتك الكثيرة يعني وخاصة التمرينات دي يعني مهمة الإنسان إذا بتمرن كثير أنت تقدر تمشي لقدام وهم حاجة تكون عندك طموح المصارعة السودانية عشان إنك تمشي تقع لقدام تمشي تكون بطل إن شاء الله. ثانوية من المغنطور ولكن السدعي لم تنتبه لأن السدعي والمصارعين بيمتازوا دائما بالأسامي الغريبة عشان يشتهروا بها على مر التاريخ يعني هسه عندنا في المصارعة عندنا لاعب اسمه انفلونزا الطيور اسمه محمد حماد اللقب انفلونزا الطيور عندنا لاعب اسمه محمد حماد عبد الباقي حماد عفوا الملقب بشنو بالعيش عيشتين عندنا لاعب اسمه ياسر الضوء بيقول له حرب بيقول له بورسودان لانه جاي من بورسودان لما جاي من الخرطوم كان جاي من بورسودان وتالق ومال صاحب الفن قاموا لقبوه ببورسودان عندنا سد مروي عندنا السنغالي عندنا برضه يعني اسامي تكون غريبه كثير جدا يعني هي قائمه طويله حقيقه لكن المصارعين بيحاولوا يشتهروا بالاسامي الغريبه حتى في اسامي حيوانات يعني يقول لك انا الاسد ممكن يقول لك انا الابلانج طبعا ده القرد يقول لك انا الابلانج مثلا يقول لك انا النمر البدين حلقة أفاق الخاصة عن السودان انتهت نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدتها نحن بانتظار تعليقاتكم على afaq@bbc.co.uk كما يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/bbcarabic afaq ولمعرفة تفاصيل التصوير والإعداد تابعونا على تويتر @bbc_afaq إلى أن نلتقي الأسبوع القادم مع مزيد من المواضيع الثقافية والفنية لكم مني ومن فريق الإعداد أطيب التمنيات إلى اللقاء